الأحكام للبوق. لماذا؟ لأنه كان وحسن من شيئا، ولكن كان بمقدور جهده يخدم الحكومة والعرش بإخلاص. أنا كنت على طرف نفر، كنت أخدم شعبي لا الحكومة، هذا الذي كان بيني، ولكن كل كان يعمل على شاكلته، وربنا هو أعلم بمن هو كان أحدث. سبت لي مرة الحياة السعيدة من الشرح بيدي تقعد تحت الحسن الجميل القبيلة. والآن ليس ما كل يتمناه الإنسان يناله، نحن تحت الرقابة لمن خلقنا، وهو يراقبنا ويسمع من فوق سبع سماوات فوق عرشه. قالوا بعض الفلاسفة بأنها مثلا الجاهلية، الله هو معكم أينما كنتم. يفسر هذا ولكن بغير ما يتبادر إلى ذهن المستقبل، هو معكم. هنا تدخل كلمة عدم الممثل. هذا الفيلسوف اللي يتكلم بها الشيء يحسب أن الله حل بالإنسان فإنما ذهب فهو معه، وهو معكم وأينما كنتم. أراد أن يفسر الله، ولكن هو معنا برقابته من فوق السبع سماوات فوق العرش. هنا يبين الذي فسره القرآن وفهمه على ذلك. فأنا أقول بعدم الممثل هو معنا أينما كنا حقيقة، ولكن لا يتبادر إلى ذهن الإنسان أنه معنا. أقول بعدم الممس، بعدم المس، ومن ممكن نفسك من فوق السبع سماوات هو معنا. مثلا تقول لي واحد من الناس سير ابني انا معك في المدرسه، انا شبه كبير هبل صاحب القرن، خلوك بس سمع واجب وعلم الكون. تبقى تشوف انا معك يا الله اينما كنت، ما كنت قيد لا بعرف ولا اينما كنت ايها الاله ايها الرب. أنا هكذا يكون الإنسان مرتاحا في قلبه وضميره، وغدا يوم لقاء ربه. يسوع السؤال أنا مرحبا في أي حال. شكرا لك قدامنا. نعم قدامك لك. قل لي السؤال في اي مدن، الا مع احتراماتي للفلاسفه اللي هنا، وعاد انا ما كنت شيء الفلسفه اللي ما كان يقراها، اما ان تكون جائزه جاوز فيها جاوز، واما ان تكون محرمة، وإما أن تكون بشروط. والخلف في جواز الاشتغال بها على ثلاثة أقوال، فابن الصلاح ناوي بحرمة، وقال قوم ينبغي أن يعلم، والقولات المشهورات الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدى به إلى الصواب. من يرد علينا جماعة؟ احنا عن هاد البابا وان وعاد الرهبان كخصكم كل سن. وليخفى عليكم حتى انا الان في الشارع باقي كنقرا، اش كنقرا؟ المقارنه بين الاديان ثلاثه لحد الان.
تقريبا شنو عندها ودا بقى تقول لي واش عيش يا نفسي من يعترفن بالله راهو حسبه فهو حسبه كان شي سؤال تكلموا قل على ليس كيتحدانا يا الشيخ هذا شنو حاسب راسه كيمشي مع كل واحد في المجال ديالو في المستوى ديالو وكان اعتبر كامل الشعب عائله ديالي خلقني الله على صغري لأكون أبا للشعب. يا سلام. وما اللي استطعت أن أعمله. وأنا بشر أصيب وأخطأ. يمكن نجيبها بين العينين وشي مرة نجيبها في الخصر. حتى أنا بالضرورة أنا بالخصر ما خرج من هنا ماشي بالضرورة. كل شيء والله شد بالله تعالى. نعم. قالوا لي يعني في سؤال أو تكلم مع الأستاذ أو الأستاذ هناك وقع هل يكون في إشكال أو ضباب يعني في اليقين ما يبقاش إبهام ما يبقاش شك ما يبقاش ظن حتى يصبح اليقين. أنا أقول بعدم الممثل هو معنا أينما كنا حقيقة ولكن لا يتبادر إلى ذهن الإنسان أنه معنى أقول بعدم المماس بعدم المس وما كيفاش نجم يمكن فوق سبع بوت هو معنى فعلا مثلا تقول لواحد من الناس سير ولدي أنا معك فين ما كنت أنا شبان كبير هبلة صاحب القرن خلوط بالسماوات والأرض وعلم الكون كنبقى نشوف شكون انا معك يا الله اينما كنت ما كنت قيد لا بعرف اينما كنت ايها الاله ايها الرب انا معك هكذا يكون الانسان متاحا في قلبه وضميره وغدا يوم لقاء ربه